الأكل. والله بالنسبة لنا معاناتنا بالمخيم معاناة يعني ضنكة، حالتنا حالة. أول شيء الغذاء مقطوع، ثاني شيء الماء، يعني كان معانا منظومة الهجرة الدولية تجيب لنا ماء، ولكن الآن حالياً اليوم عاد حتى الآن ما قاش، والآن نعاني إنه من الغاز، من الغذاء، من الصحة، من الإيواء، من حقيبة الكرامة، من البطانيات، من المفارش، كل شيء علينا معدوم. نحن معاناتنا يعني حالتنا حالة، خاصة النازحين في هذه الظروف لا نوجد أي شيء لدينا، لا عمل، لا شغلة ولا عملة، جالسين رجال مع نساء في المخيمات ننتظر باب الله وكرمه. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.